ساكر تبعت سيس طب ومن اللي عندك هم الناس البلطجية دول المسكين واخدين من عطريه ابن حبيبه وكرة عيوني يا ابني وقلبي من جوه ما نعرفش خدوه ليه بالضبط ما الأطفال الأولاد نفسهم ما عادش ضحك ما عادش يلعبوا زي الأول كل شوية بابا فين بابا ما بيجيش ليه أنا عايزة أروح لبابا كان في كمين دي القوات المسلحة أخدته وترحل على كفر الشيخ مباشرة طبعا احنا ما عرفناش عنه أي حاجة ولا عرفنا نتوصل له إلا بعد 15 يوم وممنوع الزيارة ولا بيدخلوا أي أكل وأي حاجة ندخلها بيفتشوها تفتيش جامد ما نعرفش يا حبيب أمك ما نعرفش والله يا ابني إلا المغرب جانا الخبر إن عادل يتمسك في عند الكمين ده بتاع الخشعة ولا اسمه إيه بلطي ليه يا ابني قال كان رايح يزور جوز أخته اللي خلف الكوم الأحمر تعبان وكانوا رايحين يزوروا يعني تلموا كده طورة مع بعض اللي هم دول وجايين على هنا قام الكمين موقف العربية كم مسكهم واخدهم على كده عدوك بقى لا كنا بينا ولا علينا وقاعدين مبسوطين ومستنين عادل يجي وما فيش حاجة أدعينا لا كانوا يروحوا عند حد حتى ولا كانوا يروحوا عند أي حد في بيتهم لشغلهم هم جابوه طلعوه من السجن جابوه لبنوا الحديد بوابة حديد وكلمته من حديد يا دوبك وربوا الباب وخدوا الزيارة وانا بيني وبينه الحديد وسلمت عليه من الحديد لو جيت اتكلمت عن عم عادل عم عادل طبعا احنا مفتقدينه بعد ما اعتقل زبون الانقلاب العسكري اعتقل قبل العيد مباشرة لما اجي اتكلم عنه يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه بالظبط يعني بصراحه هو من النوع الاجتماعي جدا من النوع البشوش دايما لا يقابل احد الا ويبتسم في وجهه عمي عادل تعلمت على ايده الكثير والكثير منذ صغر سني دائما يعني صاحب كان دايما بيوجهني للخير والطريق الخير وان اكون مع اهل الحق دايما اتعلمت على ايده يعني ازاي التزم وازاي اروح المسجد وازاي اصلي وتعلمت على ايده ازاي ارتبط بالله عز وجل كان دايما من مقولاته دايما اللي كان بيقولها ان هو لا ينفع الانسان الا عمل صالح في هذه الدنيا مهما مشى الانسان او مهما جه او راح لا ينفعه إلا عمله الصالح إيه فقط عم عادل كان له ارتباط بالشباب ارتباط غير عادي وكان مؤثر جدا في الشباب وفي جيل الشباب أنا أذكر أحد الشباب قابلني وقال لي يا ريت تبلغ سلامي للأستاذ عادل وقول له تعبك ما راحش هدر الشغل كله اللي اشتغله معايا وأنا عارف إن هو تعب معايا كتير جدا عشان أكون راجل محترم وإن أنا أكون ملتزم وقول له الحمد لله رب العالمين انا دلوقتي بقيت مع الناس الصالحين وبقيت مع الناس الكويسه وان تعبك ما راحش هدر اذكر واحنا صغيرين لما كنا بنروح كنا نصحى نصلي الفجر وبعدين نروح الملعب نلعب دايما كان هو بيبقى موجود معانا في الملعب ويروح يقعد يتكلم مع الشباب ويوجه الشباب مع ان هو ما كانش بيعرف يلعب كوره اصلا ولا كان ليه في لعب الكوره الا ان هو كان بيحب دايما يكون متواجد مع الشباب يوجههم وينصحهم ويوجههم دايما للخير ويحفزهم دايما ان هو الطالب لابد ان يكون متفوق وان هو يذاكر ويتفوق عشان هو كده بينفع بلده وبينفع وطنه
وان الانسان المتعلم تعليم عالي دايما ده بيكون نافع للمجتمع وبينفع الناس اللي حواليه كلهم، والمجتمع بينتفع بيه وبيكون مؤثر في وطنه وبيكون مؤثر في الناس اللي حواليه كلهم. واحنا لحد دلوقتي اخر زياره كانت من 15 يوم، ما نعرفش عنه اي حاجه، لا عارفين عنه ترحل، ناس تقول ترحلت وناس تقول ناس يقولوا ترحل وناس يقولوا ما ترحلش، ما نعرفش عنه اي حاجه. لسه يا دوبك بس عارفين من يوم واحد، عرفنا عن طريق واسطه، يعني ناس تسالنا لناس تسال ناس تسالنا عشان نعرف هو موجود في كفر الشيخ ولا لا حاليا، فهو عرفنا ان هو موجود في كفر الشيخ. بس طبعا الاكل بيفتشوا تفتيش جامد جدا، ما يعني عايزين ندخل اي حاجه شخصيه بصعوبه، الاكل ما عادش بيدخل نهائي. دلوقتي احنا بقالنا جه 3 ايام بنحاول، او من يوم ما عرفنا ان هو في كفر الشيخ عايزين ندخله اكل او كده مش عارفين. ما انا ما اعرفش هو اتمسك ايه، هو رايح يزور واحد في بلطيم تعبان، وهو جاي مسكه وعاد الراجل كويس ولا بتاع مشاكل ولا بتاع مظاهرات، ومن شغله لبيته والراجل محترم وكلنا والعالم كلها زعلان عشان هو اتعرض على النيابة بعد ما تم اعتقاله بيومين، وكمان النيابة هو ما راحش للنيابة، لا النيابة هي اللي راحت له في المعتقل، ودي حاجة غريبة يعني احنا ما عمرنا اول مرة نشوف ان النيابة هي اللي تروح للمعتقل يعني. واحنا ما نعرفش بقى كيفية التفاصيل الاعتقال نفسها، ما نعرفش اي حاجة خالص، ما نعرفش غير ان في ناس شافوه على الطريق وكده ووصلونا ان هو تم اعتقاله. ده هو كان بيحب الهزار مع محمد، وكان لما بيجي من الصيدلية يتحشى يا دوبك ويتفرج على التلفزيون واحنا معاه. اما بقى الظروف المكان الاعتقال نفسه فبيقول 20 نفر في 20 واحد في غرفة الاعتقال. طبعا بيقول الاكل رديء جدا، ما فيش اكل او كده. طبعا احنا بنيجي ندخل اكل ممنوع الكلام ده، ما بيردوش يدخلوه، دخلونا مره او اتنين وتفتيش رهيب. ما بعد كده بقى نيجي يومين او ثلاثه مش عارفين ندخل اي اكل خالص ولا لبس حتى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا ما روحتش ابوه اللي راح يا اخويا، انا قلت له ما نهضش قبل ولا فوق في السن يا ابني، ما نهضش حبيب امه، حبيب امه ربنا يسهل عليه هو واللي زي واللي قبله واللي بعده كله يا ولد، وعلى كل مسلم وعلى كل مظلوم تفك اسرهم يا رب، تفك اسر كل مظلوم يا رب، مش لنا لوحدنا، بندعي للناس ولنا والنبي يا رب. هم قالوا لنا كده ان هم عملوا لهم قضيه حمل سلاح وقطع طريق، وخدوا 15 يوم، اكتر من كده مفيش، ما اعرفش اي حاجه. والله انا حاولت طبعا، كنت بروح الزياره بروح اخد اكل دايما، بحاول كل مثلا يومين او ثلاثه ناخد له زياره اكل ونروح ندخله، فللاسف الشديد يعني كان المكان اللي هو محتجز فيه هناك في اول 15 يوم كانوا بيبقوا متعنتين جدا، بيعاملوني معامله سيئه جدا، نحاول نقعد نتحايل عليهم وكان ان احنا بنتعامل مش مع اولاد بلدنا مش مع الشرطة بتاع بلدنا، ولكن بنتعامل مع قوات احتلال، يعني مش عارف ايه الصورة دي، ويقعدوا يذلوا فينا، ولو خدوا في الاخر الاكل مننا او خدوا الحاجة يدخلوها كانوا بيقعدوا يبهدلوا الحاجة ويفتشوا في الحاجة، ويا ريت كانوا بيرضوا يدخلونا ليه او نشوفه حتى، ده مجرد ان هو كان بياخد الحاجة من بره الله اعلم كانت بتوصل ولا لا. فبصراحة صورة سيئة جدا يعني. والله احنا رحنا اول زيارة، طبعا هو الوقت قليل جدا وحوالينا ولا 5 6 عساكر من كل ناحية، وفي بوابة كده ما نكلمه من خلالها، يعني مش بان احنا في صالة او صالة استقبال او حاجة، لا ده بوابة هو بكلمه منها. طبعا الزيارة اول زيارة دي عبارة كانت عن 10 دقايق ما يزيدوش، وكانت كلها طبعا زوجي اعتقل وانا ما اعرفش اي تفاصيل عن شغله، كان عبارة عن كاتب ورقة تفاصيل عن الشغل، اعملي كذا اسألي كذا شوفي
كل الزيارة كانت عن الشغل، وبالظبط يجي 10 دقايق، وحتى الضابط يشد فيه يقول له اصبر اصبر لو سمحت استنى لحظة واحدة ما فيش فايدة، ويقول لي يلا يا مدام، وقام شد وما كملناش. الزيارة كانت بالظبط 10 دقايق. الزيارة التانية برضو كانت نفس ال، بس يعني زودوها 5 دقايق، ما كملش برضو 10 دقايق وربع ساعة، نفس الحكاية برضو يعني. رحت أزوره مرضوش خلاني أخش، قول فيه يوم الزيارة، فروحنا يوم الزيارة دخلنا له زيارة واتقابلنا فيه. المهم إيه، لقاني زعلان كده، قال لي ما تزعلش يابا، ما هي العالم كلها ممسوكة زي كده وبتاع، وشوية وخط هذا اللي حصل. أي حاجة بفتشوه. كنا واخدين مربى خدوه، قال المربى دي ما تخش، خدوه. قال لك تاني مرة روحنا، ما كانوش عايزين يدخلونا، كنا 4. اللي دخلنا راجل يعني ليه ايه، موظف في الحكومة هنا، ويبقى كاتب في السجل بتاع بلطيم، وجابلنا هناك. المهم قلت له الناس دي مش هيدخلونا، احنا 4، وانا عايزك ايه تخش تكلمهم كده علشان نخش. قام دخل عندهم قال لهم الجماعة دول قرايبي وبتاع وعايزهم يخشوا للزيارة، قال له هاتوا. قام زعج علينا، قمنا داخلين، قاموا مفتشينا ومفتشين الزيارة، وقاموا مدخلين. المهم برضه جابوهم من طلعوهم من السجن، وجابوه بيني وبينه البوابة الحديد، وسلمنا عليه ودخلوا الزيارة وعلى كده. والنهارده بقى ما رحنا له الكلام ده بقاله يجي 10 15 يوم. ومشينا بقى، بس ما كملش الا 10 دقايق ولا ربع ساعة، ويا دوبك يشدوا فيه. الظابط يقول شدوا، الظابط يشد فيه يقول له اصبر اصبر مفيش فايدة. والله ما اصبري، ويعني ده احنا في طريق الحق، واصبري وخدي بالك من الاولاد والشغل، ودعينا وربنا يزر الحق ان شاء الله. سلمنا على وحضناه بالحب، و قلت ايه بابا واحنا ماشيين، قلت له خد بالك من نفسك يا بابا. لا زعل حد ولا حد زعلان منهم، عمر غفير مسك في طبهم، ولا عايشين كده يصلوا وحد الله وخلاص. طلعناهم احنا ربناهم على كده، يروح السجامع كله يعزم عليه ويقول له استاذ عادل تصلي بين، والله يا استاذ ما يبقاش عايز يعني عشان الشبشره وده مش يصلي، كل الناس يسلم عليه ويطلع ويسلم ويحبوا، وكل الخلق حبايبنا والغريب والقريب ما لهمش عدو ابدا، ما فيش عدو غير اللي خدوهم دوا، هم العدوون الكبار. دي العيد ده بقى كان اسوأ عيد بصراحه، يعني اللي لا حد لبس لبس جديد، ولا حتى كنا بنضحي كل سنه، ما فيش اضحيه، ما فيش، البيت كله بصراحه يعني بيبكي، ما الاطفال الاولاد نفسهم ما فيش لعب، ما يعني حس ولا ان بيقولوا احنا مش حاسين بعيد، ما فيش، احنا مش حاسين باي عيد اصلا. عايز اقول لا اله الا الله، بقى حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ربنا يخلص منه، ربنا يخلص من الظالمين، لا ربنا ينتقم منهم بعد جهنم. وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الانقلاب ده ليه يوم، ان شاء الله هيولي، ان شاء الله ان شاء الله مهما يعملوا ربنا ينتقم منهم، وحسبي الله ونعم الوكيل. السيسي يعني بصراحه جاب البلد ل 50 سنه ورا،
وحسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي ما فيش ولا بيت خالي الا اذا كان معتقل او مست او وفيه حد مستشهد، او ما فيش في بيت خالص الا مطارد جاي له ضبط واحضار. ما فيش اي بيت خالي من اي نوع ظلم، حتى ولو ظلم معيشي، يعني مش شرط ظلم اعتقال او انسان يستشهد، لا حتى ظلم معيشي في كل حاجه، الكهرباء اسوأ، المياه احنا بنشتري ميه شرب، ما عادش اي حاجه حلوه بصراحه، يعني ما عادش اي حاجه لا كهرباء ولا، يعني تخيل حضرتك ان الكهرباء قطعت عندنا امبارح اول امبارح من الساعه 10 بالليل، ما جاتلناش تاني يوم غير الساعه غير العشاء. يعني احنا نشوف شغلنا ازاي، يعني انا مش عارف. الميه احنا ما بنشربش من الميه عندنا هنا، احنا بنشتري ميه لان الميه هنا رديئه جدا، بصرف صحي صافي كل حاجه، غير الفواتير بقى، الفواتير الكهرباء احنا جاي لنا بس 3 شقق فواتير ب1000 وكام، بابا حتى اللي دافع، يعني الخدمات رديئه جدا، ما فيش اي حاجه. حضرتك السوق كان عندنا النهارده كل حاجه غاليه، الناس ماشيه تكلم من نفسها بصراحه. اقول لهم ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل يا ابني، حسبنا الله ونعم الوكيل، انا عارفه حسبنا الله ونعم الوكيل. الدايره زي ما انتم شايفين كده، ونسمع كلام ونشوف حاجات، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين. الله قال اصبر واحتسب، ويعني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ومش هنكون احنا اول البيوت ولا اخر البيوت، ياما ناس اعتقلت وياما ناس استشهدت، وربنا يثبتهم، يعني احنا في طريق الحق، وربنا ان شاء الله يظهر الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم.